بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. ما خير الأعمال في رمضان؟ سؤال يتردد، فأقول خير الأعمال في رمضان على حسب حالة الشخص. أطلعك الله على أرحام لك فقراء معدمين، وأنت من أهل المال تستطيع أن تغنيهم، على الأقل أن تسد جوعتهم وأن تجعلهم يفرحوا في هذا الوقت المبارك. إذن خير الأعمال في حقك هو هذا. قمت بهذا الواجب، الصيام يستوي فيه جميع المسلمين. القيام يعني ليس جميع المسلمين، لكن أكثر المسلمين الحمد لله يقومون الليل. هذه أوقات قرب من الله سبحانه وتعالى، فلا تضيعها، قم الليل. القرآن نزل في رمضان، فرمضان يحب الأوقات التي نزل فيها، هكذا قال العلماء. رمضان نزل بليل فيحب الليل، ونزل أيضا في النهار لكن أكثر شيء في الليل، فيحب الليل والنهار لكن الليل أكثر. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن نزل في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، إذن في الليل. هذا النزول الله أعلم به، ربما إلى بيت العزة كما جاء عن ابن عباس. إذن نزل بالليل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن ليلة القدر هذه في رمضان، ورمضان يحب القرآن. إذا رمضان يحب الليل، يحب ليلة القدر، يحب الفجر. إذا أكثر رمضان لا يحب أصلا، ورمضان ما هو؟ شهر. فالمراد به هذا مجاز، يعني العمل، عمل الخير في رمضان هذا القرآن من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. رمضان يا أخي وسيلة لإصلاح نفسك. الآن أنت الجيوش تخضع إلى دورة تربوية تدريبية يسمونها رفع مستوى، كل الجيوش في العالم وحتى الطلاب في المدارس إذا تبلد يأتي دورة استثنائية. دورة رفع المستوى هذه تعرف برفع المستوى، يتعرض لظروف إضافية وفيها بعض الشدة حتى يتحسن أداؤه. فأنت الآن عد نفسك في دورة لرفع المستوى، لقيام الليل، للسحر، للصدقات، لفعل الخيرات. في هذا الظرف وفي هذه الأيام بالذات العوائل المستورة، في كثير هنا من الناس هو مستور أصلا، وربما إنسان محترم، وربما إنسان يموت أهون عليه من أن يتسول. هذا هو الذي ينبغي العناية به الآن في هذا الزمان. قد يكون من أهل العلم، قد يكون من أهل الصلاح والدين، قد يكون ليس كذلك ولكنه إنسان محترم. يعني أن تفكر بنفسك، هو طبيب وكان له دخل مرتفع جداً، الآن ممنوع من ممارسة العمل، وكان عنده مال كثير أنفقه الآن 7-8 سنوات في الغربة وهو ينفق، من أين يأكل هذا؟ أنت فكرت بهذا؟ ربما يستدين، وراء الله بعض الناس يستدين، ما شاء الله أن يستدين حتى يفرج الله عنه ذلك. هؤلاء أولى ممن يقفون أمام المساجد ويتسولون، وأفضل بكثير، وأجرك عند الله مضاعف حتى لو دفعت له كثيرا. لماذا؟ لأن هذا إنسان عفيف، وأنت عليك أن تؤديها بطريقة لطيفة، لا تشعر هذا الإنسان بأن هذه صدقة وكذا وكذا، بهدية، بطريقة غير مباشرة، بهكذا. فأفضل الأعمال في رمضان أنت تقرره على حسب حالك، من أهل المال إطعام الجياع، من طلاب العلم زكي نفسك وأهلها
بالتخلية والتحلية ضاعف ساعات القرآن، يعني أشبه ما يكون بشحن بطارية، تشحن البطارية خلال سنة كاملة، فزد في هذا الشحن لأنك ستستهلك هذه الثمرات خلال سنة كاملة. وقبل ذلك كله وبعد ذلك كله صفاء القلب، أن تكون صافي القلب. وصفاء القلب هذا يكون بالتخلية وبعدم سوء الظن وبصرف الخواطر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يبلغني أحد عن أصحابي إلا خيرا. لا تنقل الكلام لأن هذا نميمة، أنت الآن بنقلك للكلام تفسد اثنين، وهذا الإنسان ربما بقي مرتاح البال حينما ألقيت إليه هذا الشيء، تعكر مزاجه، ربما دعا على هذا الإنسان، ربما حصلت بينهم فتنة وأنت السبب. فصفاء القلب، صفاء السريرة. ليلة القدر النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يخبر أصحابه عنها، فتلاحى اثنان، حصل بينهم شحناء، فارتفعت تحولت إلى مكان آخر. إذن الله جل جلاله قبل ذلك أهلنا في الحديث في النصف من شعبان، الله تعالى يطلع على كل خلقه فيغفر لكل إلا لمشاحن. إذن استعد لرمضان برفع الشحناء، انزع هذه من قلبك، طبعا التي تكون للدنيا. أما القضايا العلمية نحن ثابتون عليها، هذا دين، هذا دين الله سبحانه، يريد منك أن تغضب له ويريد منك أن تدافع عن دينه. نعم، فنسأل الله جل جلاله لنا ولكم القبول وأن يوفقنا إلى صالح الأعمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.